شايف والله تقدروا تصوروا المنطقه من اجمل المناطق الاثريه اللي موجوده في مصر الحقيقه، وليها رواده كتير، ثم حجم العمل اللي موجود هنا كبير، النسبه السكانيه مرتفعه جدا، الكثافه السكانيه في المنطقه ديت، كمان في شباب كتير جدا منتظر النهارده وبيبعتوا لي الحقيقه على وسائل التواصل الاجتماعي ان هم سعداء باللي بيحصل، لك ان شاء الله لما يفتتح المركز ده هيكون واحد من المراكز المتميزه بالنسبه للمساحه. المنطقة دي كده ودي تهمني أكتر من الملاعب كلها. تمام. مش مدخل حضرتك مدخل، وعايزين حاجة حديقة أطفال كويسة. تمام. والمنطقة هنا لكل العائلات تقعد فيها وكده، ويكون في كافيتيريا بتخدمها. تمام. هي بتعمل لاندسكيب كويس. احنا جاهزين بالأطفال بس مش عايز حاجة صغيرة قوي. النخل ده بقى كل الحتة اللي حواليه تزرع بقى. يا فندم احنا هنعمل ست بس في هنا كان في هنا جلسات. اتفضل. في نقطة عندي. اتفضل يا جماعة. العمال الغلابة أنا جاي عشان أدافع عنهم. دافع يا فندم. أيوه العمال دول بيناموا في الطل ولا بطاطين ولا مية. الدنيا حر على البطاطين دلوقتي. أه سعادتك يعني بقول يعني سيادتك يعني تنظرهم نظرة كلهم. ثاني طيب سيبوا خلال اسبوع ان شاء الله سيبوا راحتك حاضر هنعمل لهم كل حاجه يعني تنظرون من ناحيه المايه والماكل والمشرب والرعايه الكامله الصحيه وكل حاجه يا فندم ترخيرك ماشي وحضرتك الاكشاك دي مضايقانا شويه انا اكشاك يا فندم اللي بره يا فندم خش البلديه ده بيسبوا الدين حضرتك وبيشتموا واحنا سكان قدامها وبيهزقونا انت ساكن فين حضرتك في المساكن يا فندم لا احنا هنبلغ السيد المحافظ يا فندم دلوقتي هنبلغه يا فندم رئيس الحي كنا معاه بعد ما سيادتك مشيت وانا كنت معاك هنا موجود لما عزمتوني على القهوه ايوه يا فندم تحت امر سعادتك وكلنا انت بتحكي الحكايه دي كلها عشان تقول لي لا لا والله انا بتكلم الصراحه يا باشا الاكشاك اللي بره دي لازم تتشال طب احنا كنا فين عشان انت سيادتك كتر خيرك اشتغلت وجاهد كان فيه ودفعت بس كان فيه محلات كتير هنا اوكشاك كده اتشالت كلها لا لا انا بتكلم على اللي ورا اتشالت انا اعمل لك حاجه تليق بحضراتكم باهل الجماليه يا فندم ده انت شرفتنا واهل الجماليه كلهم وانت من اهل الجماليه ومن مصر طبعا من بلدنا من اهل بلدنا وكلنا دخلنا انا سعيد حضرتك حريص على الشباب العمال لا انا سعادتك انا العمال دول يهمونا برضه ولاد البلد انا شفت طفل صغير طالع انا كنت خايف عليه لا يوقع ربنا يخليك من عصور يا فندم انا هنعمل لك عضويه هنعمل لك عضويه فخريه بقى هنا في مركز الشباب بقى يا ريت يا فندم تفتش كده كل يوم لا مش افتش يا فندم لا لا تحت امر حضرتك هنعمل لحضرتك عضويه لا 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 انا كلهم اولاد الحضرتك ده السيد مدير المركز ماشي اول كارنيه جديد هيطلع عضويه فخريه لحضرتك لا وهو الحاج سامي ابن الحته واهالينا وحبيبنا حضرتك واخلاقه عاليه ويحب الغلابه زي حضرتك كده يا رب جميعا بس برضه ده هنعمل لك كارنيه برضه عضويه فخريه وانا تحت امر حضرتك على احنا طبعا عمليات حربيه انا لا مع نصحك سيادتك قوات مسلحه يعني أيوة. اهلا وسهلا ماشي اسم حضرتك عبد العال محمد اهلا يا عبد العال اسمي خالد عبد العزيز يا فندم انا تحت امر حضرتك والله